حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل وسباق بطولة العالم للسيدات على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجياد العربية الأصيلة، والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. حضر السباق سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وعدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل. وقام الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم سموه كأس الهيئة العليا للفرسان المتمرنين إلى نادر الجسمي، ثم قدم كأس جلالة الملك المفدى للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الميثاق إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، كما قدم سموه كأس جلالة الملك الجياد الناتج المحلي إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك المفدى للجياد المستوردة إلى المالك الفائز فوزي ناس، فيما قام سموه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتقديم كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي والفارزة الفائزة الإيطالية إليرا ساجوموي.